من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير بخطى ثابتة والتزام راسخ ومستمر لدعم ومساندة المعاهدات والنظم الدولية والإسهام المتواصل لتحقيق وإنجاح الأهداف التنموية، معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وذلك في إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة وتسجيل نسب نجاح متقدمة تعكس نماء المملكة وازدهارها. وفي تصريح لمعاليه بمناسبة الذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة ثمن رئيس مجلس الشورى الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة في وضع الخطط والبرامج المؤكدة على مضي مملكة البحرين في بلوغ أعلى مستويات التقدم المنشودة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وأشار إلى أن مملكة البحرين ومنذ انضمامها للأمم المتحدة منذ نحو 50 عاما استطاعت توثيق سجل ممتد من الإنجازات، وأثبتت قدرة عالية على تنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية وتحقيق الشراكة الدولية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات، منها تحديات جائحة كورونا كوفيد-19 والتي عكست مملكة البحرين تميزا غير مسبوق في التعاطي معها في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورئاسته لفريق البحرين. نوه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين بما تمتلكه من منظومة تشريعات ديمقراطية وحديثة بفضل دعم ومساندة جلالة الملك المفدى ستواصل جهودها ومساعيها وتعاونها مع المجتمع الدولي لضمان تفعيل مواثيق الأمم المتحدة.